دكتورة ولقب سفيرة النوايا الحسنة يشعلان النار على اليوتيوبر صوفيا تيت ماترز. نشرت اليوتيوبر المثيرة للجدل فاطمة الزهراء الحين المعروفة بصوفيا صورا توثق لحظة تكريمها كسفيرة للنوايا الحسنة بغرفة الصناعة التقليدية بمدينة أكادير. وشاركت صوفيا صورها مع متابعيها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام مرفوقا بتدوينة جاء فيها: جد سعيدة بتكريمك سفيرة للنوايا الحسنة بغرفة الصناعة التقليدية بمدينة أكادير. وأضافت: شكرا للسيد رئيس الغرفة والدكتور رئيس جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية والتراث ولكل من ساهم في هذا التكريم. ولقيت الحين مجموعة من الانتقادات والهجوم الساخر بسبب الشهادة التي منحت لها والمكتوب عليها الدكتورة فاطمة الزهراء الحين، بحيث تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي متى أصبحت صوفيا دكتورة، لأن المعروف عليها أنها درست تخصص مضيفة الطيران وبعدها التجأت إلى مجال الوصفات الطبيعية. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.